تعالى بقى بسم الله الرحمن الرحيم اما ناخد الجرامر بتاع الوحده دي، والجرامر معايا فيها ناخد اول حاجه كده في الجرامر فيوتشر تنسز الازمنه بتاعه المستقبل وسمي معايا بسم الله الرحمن الرحيم نمبر 1 اول واحد فيهم واشهرهم واكثرهم استخداما باشا مصر اللي هو الفيوتشر simple أو المستقبل البسيط اللي هو بيستخدم ويل زائد المصدر. حلو أوي ده. أدي الباشا الأولاني اللي معانا اللي عايزين نتكلم عنه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة كده يا بطل زي ما أنت عارف وزي ما احنا متعودين مع بعض احنا بناخد في الزمن أول حاجة استخدامه. احنا هنا بقى مش هنتكلم على استخدامه في الاول احنا هناخد تكوينه وهنحط مكانه على الخط الزمني او على التايم لاين زي ما احنا متعودين واستخداماته علشان كتير هناخدها بعدها تمام يبقى انا هنا لازم اعمل حسابي ان الزمن دوت بيتكون في المستقبل من ويل زائد المصدر عايز تنفي اتفضل حضرتك خليه ويل دي تبقى ونت زائد المصدر وممكن بدل ونط تخليها ويل نوت كده. يبقى حاجه من الاتنين يا تقولها لي ويل نوت بالشكل ده يا تعملها لي ونط دبليو او ان تي. بعد كده لما تحب تسال فيه بتعكس بتعكس ويل مع الفاعل. اعكس ويل والفاعل مع بعض هنشقلبهم. طب يا مستر عايز احوله مبني للمجهول الباسف بتاعه من عناية الاتنين. بيتكون من ويل. زائد بي زائد الباست participle طب تعالى كده اما ناخد مثالين ثلاثة على الكلام ده يا مستر اقول لك من عناية الاثنين حاضر ناخد يا عم مثالين ثلاثة عشرة بيقول لك في المثال ده I will attend the meeting انا سوف احضر الاجتماع وماله يا عم تشرف والله وتنور ان فيها I won't attend the meeting انا مش هحضر الاجتماع حلو طب عايز يا مستر اعملها سؤال هتشقلب ويل مع اي وتفضل حول اي الى يو هيبقى ويل يو attend the meeting هل ستحضر الاجتماع هيقولك اه والله هحضر ولا لا مش هحضر طب جمله في المبني للمجهول المثال بتاعنا اللي انت عارف عارفه قولي كده كده راجع كده في دماغك المثال اللي احنا على طول بناخده في المبني للمجهول المثال بتاعي اللي انا باخده على طول في المبني للمجهول ده ميكانيك الميكانيكي will سوف fix يصلح ذكار السيارة وايه هي الفكره بتاعه المبني للمجهول يا وحش الوحوش الفكره بتاعه المبني للمجهول ان انا اخد المفعول اخليه فاعل بدل ما اقول الميكانيكي هيصلح السياره عايز اقول السياره هتتصلح يبقى هطلع بالسياره قدام بقت ذكار السياره حلو سوف تصلح هقول السيارة تاخد ويل وبعدين احط بي وبعدين التصريف التالت فيكس ذا كار ويل بي فيكسد وكمل باي ذا ميكانيك بواسطة الميكانيك ادي كده المثبت بتاعه النفي وكمان السؤال والمبني للمجهول بتاعه ما انتش عايز حاجة اكتر من كده لا انا عايز اللي اهم من ده كله معلش يا مستر ما يعني كلنا تقريبا عارفين الموضوع ده وعارفين تكوينه وعارفين ايه اللي بيجي معاه والحاجات دي لكن انا يا مستر عايز اراجع استخداماته، عايز افتكر معاك كده، معلش ما هو برضه الزمن ده حضرتك خدته ازمنه المستقبل في ثالثه اعدادي، دخلت اولى ثانوي خدتها، دخلت تانيه ثانوي خدتها ودلوقتي بتاخدها في ثالثه ثانوي، وعلى فكره في اولى سنة وفي ثانية سنة وكانوا مقررين عليك بالكامل يعني انت تعتبر دلوقتي بتراجع الموضوع بتاع ازمنة المستقبل طب انا يا مستر انت عارف ان الاساس بتاعي يعني مش قد كده وما كنتش بذاكر وما كنتش مهتم بالانجليزي في السنين اللي فاتت ونسيت ماشي وانا ما قصرتش مع حضرتك انا جايب لك اهو قايل لك من ساعه ما بدانا المحاضرات بتاعتنا والشرح بتاعنا في المنهج من بدايه يونت 1 ان انا جايب مع حضرتك فروم زيرو تو هيرو انا جايبك من تحت من البداية خالص وأطلعك لليفل الوحش بس انت ورقتك وقلمك واكتب ورايا والجدعن وشد حيلك وذاكر وحل تمارينك وشوف مصلحتك وانا معاك لغاية اخر المشوار طيب تعال اما ناخد الاستخدامات بتاعة المستقبل البسيط استخداماته يا وحش بمنتهى البساطة حوالي سبع ولا ثمان استخدامات عايزين ناخدهم تاتا تاتا كده رقم واحد يستخدم للتعبير عن حقيقة أيوة مستقبلية يعني حقيقة مستقبلية حاجة هتحصل حقيقي بس في المستقبل ومن الآخر كده مش عليها غير مثال واحد ومش عليها غير جملة واحدة هي اللي بتيجي عليها ويعني نادر جدا لما تلاقي حاجة غير الجملة دي اللي هي ايه الجملة I will be 19 next months انا هيبقى عندي 19 سنه الشهر الجاي الشهر الجاي ده مستقبل وان انت تبقى عندك 19 سنه دي حقيقه طب لو ما انا مستر مش الزمن اللي بيستخدم للتعبير عن الحقيقه هو المضارع الوسيط اللي بيستخدم للتعبير عن الحقائق العلمية هو المضارع البسيط بس حقائق لما تكون في شكل عادة أو بتحصل في الوقت الحاضر أو حاجة دايما بتحصل حقيقة زي مثلا إن الدنيا في مصر بتنطر في الشتاء إن المية بتغلي عند مية مئوية مش لسه المية هتغلي حضرتك لما توصل 19 سنة الشهر الجاي معناها إن ده مستقبل واللي هيحصل فيه ده حقيقة بس الحقيقة دي إمتى؟ في المستقبل عندك will معناها سوف وطبعا فيرب تو بي دوت لان will عايزه الفعل في المصدر والمصدر من ام واز وار هو فيرب تو بي يبقى لو انا عايز اقول انا سوف اكون هقول اي ويل بي اي ويل بي 19 next months انا هيبقى عندي 19 سنه الشهر الجاي يبقى دي اسمها حقيقه مستقبليه جميل جدا ايه يا مستر استخداماته تاني لا استخداماته كتير ركز معايا الاستخدام التاني للمستقبل البسيط الطلب بأدب الطلب بأدب عرض المساعدة طلب المساعدة شوف المثال ده Will you help me please هل ستساعدني من فضلك بقول لك هتساعدني انا اقصد اقول لك لو سمحت ساعدني ده طلب بادب طيب لما اقول لك i will help you انا سوف اساعدك كده انا بعرض عليك المساعده يبقى تستخدم في الطلب بادب، تستخدم في عرض المساعده او تستخدم في طلب المساعده ما هي الجمله الاولانيه برضه تعتبر ايه؟ تعتبر طلب مساعده، يبقى انا كده عرفت لغايه دلوقتي اربع استخدامات لويل المستقبل البسيط انه بيستخدم مع الحقائق المستقبليه بيستخدم في الطلب بادب، بيستخدم في طلب المساعده، بيستخدم في عرض المساعده. طيب الاستخدام الخامس لويل يا مستر الاستخدام الخامس لويل يا بطل القرارات السريعة قرارات سريعة يعني مثلا أنا تلميذ في سنة ثالثة ثانوي وقاعد بذاكر في أوضتي وقافل عليا بابي والمفروض إن أنا مركز فين؟ في المذاكرة، لا رامي وداني معاهم بقى بره أول ما جرس الباب يضرب أروح ناطط أقول أنا هفتح هفتح الباب، تنفع عرض مساعدة يا مستر؟ لا أنت كده خدت قرار إيه؟ خدت قرار سريع. طيب سمعت التليفون بيرن أنا هرد على التليفون، كل دي اسمها قرارات سريعة، حاجة مفاجأة حصلت وأنت بتعمل لها رد فعل، بيستخدم في الرياكشنات أو رد الفعل السريع. قرار سريع زي I will open the door. أنا هفتح الباب. I will answer the phone. أنا هرد على التليفون، حضرتك رامي ودانك وأول ما الحاجة من دول تحصل تنط على طول وعايز إيه؟ وعايز تعملها، يا سلام. الاستخدام السادس مع التهديد والتحذير تهديد وتحذير بالذات مع كلمة or or يعني او بقول لك do your homework do your homework اتفضل اعمل واجبك or I will punish you يا اما هعاقبك يبقى كده انا بهددك بحذرك من ان انا ممكن اعمل حاجه بيستخدم في ايه تاني يا مستر بيستخدم في رقم سبعة الوعود بالذات مع كلمة بروميس يوعد I promise انا اوعدك I will buy you انا هشتري لك a present هدية بوعدك ان انا هعمل الحاجه ديت بيستخدم مع الوعود يبقى تنبؤ بدون دليل طلب بادب طلب مساعده عرض مساعده حقائق مستقبلية لا ما قلناش التنبؤ بدون دليل بصراحة احنا ما قلناش التنبؤ بدون دليل تمانية تنبؤ بدون دليل وده كان مفروض يتكتب اول واحد يعني التنبؤ بدون دليل وما هو الدليل اصلا علشان خاطر نبقى احنا ايه قضينا على المشكله دي؟ التنبؤ بدون دليل لما اقول لك ات ويل رين تومورو الدنيا هتمطر بكره، فين يا عم بكره ده ان شاء الله؟ عرفت منين انها هتمطر بكره؟ سمعت نشره الاخبار الجويه؟ لا، طب احنا في الشتاء؟ لا، طب الدنيا مغيمه قدام عينك؟ لا مال انت ايه انا كده بقى تكهن يعني بقول اي كلام it will رين tomorrow انها ستمطر غدا ويوم يعني ما يطولها معاك يقول لك اي ثينك انا اعتقد او اي predict انا اتنبا it will رين انها سوف تمطر حلو فين دليلك يا عم الحاج يقول لك الحمد لله ما فيش دليل طيب دليل يبقى زي ايه؟ دليل لو اتوفر الدليل وقال لك ان الدنيا مغيمه هتمطر اه ساعتها بس هتستخدم بقى جوينج تول اللي احنا هنشرحها بعد شويه وهنعرفك امتى الدليل يكون دليل وامتى يكون دليل سكه ما ينفعش دليل تمام؟ رقم تسعه بقى في استخدامات ويل هو اكثر زمن مستخدم مع الروابط. يعني أنت عارف إن مع الروابط لو أنا هتكلم مع المستقبل في الروابط أكتر زمن يستخدم فيهم هم الكل بيستخدموا، علشان بعد شوية هنيجي نشرح ما تقولش أنت قلت إن المستخدم مع الروابط هو ويل بس، لا هو مستخدم الأزمنة كلها بتاعة المستقبل على حسب الجملة ما بتيجي. لكن أكتر زمن مستخدم مع الروابط هو الزمن بتاع ويل، وأشهرهم مثلا قاعدة اف لما كنا بنقول ونشرح ونقول if you study hard لو انت ذاكرت بجد you will succeed سوف تنجح حاله اف القاعده الاولانيه تمام كده وممكن استخدمه مع روابط ثانيه after I grow up بعد ما اكبر ان شاء الله after I grow up بعد ما اكبر I will be a doctor سوف اكون دكتور يبقى تخلي بالك من النقطة ديت هي كمان وتبقى عامل حسابك وعارف إن الدنيا بالشكل دوت إن أغلب الأزمنة أو أكتر زمن بيستخدم مع الروابط لو هتكلم عن المستقبل بستخدم ويل. عاشر استخدام يا بطل الأبطال مع هذا الزمن اللي اسمه المستقبل البسيط أو ويل زائد المصدر يستخدم مع بعض الكلمات. لو شفت الكلمة من دول في الجملة اتفضل حضرتك مشكورا بعد إذنك استخدم لي ويل. مين بقى هي الكلمات يا مستر اللي مستخدمه معاه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عندك ثينك يعتقد شور sure. متأكد هوب يأمل أو يتمنى بريدكت يتنبأ بروميس يوعد عندك possible يعني ممكن او محتمل perhaps يعني ممكن او محتمل او ربما برضه probable برضه يعني ممكن او محتمل probable 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 يعني ممكن او محتمل واختها probably من المحتمل برضه عندك ايه تاني عندك doubt يشك عندك افريد خائف عندك ديفينتلي بالتاكيد حتى هو كمان مستولي definitely حتى الزمن ده مستولي على غالبيه الكلمات اللي بتيجي مع المستقبل يبقى انت كده تبقى عامل حسابك ان ويل زائد المصدر او زمن المستقبل البسيط له عشر استخدامات يا وحش الوحوش تعال بسرعه هم هناخدهم الحقيقه المستقبليه، أول حاجة، طلب بأدب، عرض المساعدة، طلب المساعدة، قرارات سريعة، التهديد والتحذير، الوعود، التنبؤ بدون دليل، أكتر زمن مستخدم مع الروابط وكمان معاك بيجي مع الكلمات اللي قدام حضرتك دي. يا مستر أنت حتى وأنت بتشرح ما كتبتلناش ولا مثال، ما أنا هكتب لك مثال على إيه وإحنا لسه ما خدناش زمن تاني معاه؟ يبقى انا بعرفك وانا بكتب الازمنه لما ناخد زمن واثنين وتلاتة وابدا اكتب لك جمل تبقى انت عارف الفرق بين الزمن وبين الزمن الثاني طيب تعالى للزمن الثاني المستخدم معانا في الازمنه بتاعه المستقبل رقم اتنين يا باشا المستقبل بجوينج تو المستقبل بجوينج تو طب يا مستر مش جوينج جو تو دي معناها يذهب الى لا هنا معناها سوف يبقى انت عندك زمن مستخدم مع المستقبل بدل ويل في نوع من انواع الازمنه اسمه الزمن الفيوتشر وذ جوينج تو او المستقبل باستخدام كلمه جوينج تو طيب ناخد الاول كده التكوين بتاعه جوينج تو دوت يطلع شكله ازاي علشان خاطر لما اجي اتعامل معاه اولا في الاثبات حضرتك هتاخد ام او از او ار زائد جوينج تو زائد المصدر جوينج تو هنا مش معناها يذهب إلى، أنا عرفت إن معناها يذهب إلى ولا معناها سوف إزاي يا مستر؟ علشان جاي وراها الفعل في المصدر، ينفع أقول يذهب إلى يلعب؟ استحالة، هتبقى معناها سوف يلعب، تمام؟ حلو، طب عايزين ننفي آم أو إذ أو آر وهتحط لها نط، وبعدين جوينج تو، وبعدين المصدر. طب الناس اللي مش عارفة آم وإز وآر بيجوا مع مين؟ آم بتيجي مع آي واز بتيجي مع هي وشي وات والاسم المفرد وار بتيجي مع وي ويو وذي والاسم الجمع يبقى انا كده عرفت شكله في الاثبات وعرفت شكله في النفي طب لو عايز اعمل سؤال إعكس حط ام واز وار في الاول وحط وراهم الفاعل وبعدين جوينج تو زائد المصدر طب عايزين نبني للمجهول يا مستر زي ما كنت بتعمل ويل مش ويل في المبني للمجهول كان بويل زائد بي زائد الباست بارتيسيبل اهي بي زيها ام او از او ار زائد جوينج تو بي زائد الباست بارتيسيبل يبقى انت كده عملت حسابك عرفت التكوين بتاعه في الاثبات التكوين بتاعه في النفي التكوين بتاعه في, بتاعه في السؤال والتكوين بتاعه في المبني للمجهول طيب اديني عليه امثله كده علشان الموضوع يثبت معايا. ادي عندك بيقول ايه؟ علي is going to play football هبقول لك هنا علي is going to play football، علي سوف يلعب كرة قدم، أنا عايزة إن أنا أنفيها، اتفضل يا فندم، قول له علي isn't يلا going to play football طب يا مستر انا عايز اعمل فيها سؤال تفضل حضرتك اعكس از مع علي وخليها لي كده از علي جوينج تو بلاي فوتبول هل علي سيلعب كره قدم حط علامه استفهام طيب نيجي للمثال السعيد بتاعنا اللي احنا كل شويه لما نيجي نبني للمجهول بنروح مستخدمينه ويقول لك في ايه بقى ذا ميكانيك يلا ها الميكانيك the mechanic is going to fix the car الميكانيكي سوف يصلح السيارة يلا قول له السيارة سوف تصلح هتبقى the car السيارة is going to be fixed السيارة هتتصلح by the mechanic بواسطة الميكانيك تمام انتوا عارفين ان مش دي الحكاية او دي القصة اللي احنا بنقوله ده مجرد مراجعة على الزمن وعلى التكوين بتاعه لكن انا عايز استخداماته لان استخداماته هي اهم حاجة وانا عايز أفتكرها كويس يا مستر الاستخدامات بتاعة الزمن الخطير دوت تلات استخدامات بس مش دكة كانوا عشرة اللي معانا دلوقتي جوينج تو تلات استخدامات وخلي بالك ان النصيب الاسد او النصيب الاكبر من الشرح كان معول انما بعد كده كل زمن استخدمين ثلاثه استخدمين ثلاثه وانت ماشي بل ان بعد كده حتلاقي زمن يقابلك مالوش غير هو استخدام وحيد والسلام عليكم وشكرا ملوش طيب نيجي بقى على الاستخدام الاول لجوينج تو جوينج تو بتستخدم مش كان ويل بيستخدم في التنبؤ بدون دليل بس يبقى هنا جوينج تو تستخدم في التنبؤ بدليل ده بتاع الدليل يعني أنا معايا دلوقتي جملة بيقول فيها ات ولا الأول اي think ات نقط وأقول هنا will rain ولا is going to rain ودي جملة تانية اي think ات نقط اتس كلاودي الجو مغيم الله وهنا برضو اقول ويل رين ولا از جوينج تو رين الكلام بمنتهى الوضوح يا بطل الابطال ان الجمله الاولانيه جايب فيها ثينك وما جابش دليل يبقى اللعب بتاعك ويل رين تمام طيب الجملة التانية اي ثينك برضو وانا عارف ان ثينك من كلمات ويل بس هنا جايب دليل اتس كلاودي يبقى تعمل حسابك ان الدليل يهدم الشك. يعني ايه الدليل يهدم الشك؟ يعني حتى لو انت شايف ثينك في الجملة وثينك دي من كلمات ويل وانا عارف انها من كلمات ويل اي بريدكت انا اتنبأ أترين اتس كلاودي الجو مغير طالما قال دليل اعتبر ان ثينك دي مش موجوده ولا بريدكت دي موجوده ولا اي كلمه من كلمات ويل موجوده تبقى عامل حسابك على النقطه دي كويس وبالتالي هقول له هنا اي ثينك ات ويل رين لا غلط ليه غلط لان انا معايا هنا دليل اللي هو اتس كلاودي الجو مغيم تبقى الاجابه از جوينج تو رين ان الدنيا هتمطر الله يبقى اول استخدام من استخداماته التنبؤ بدليل تعالى بقى اما ناخد كده ملحوظه على جنب او سؤال محوري هام ما هو الدليل ومتى اعتبره دليل؟ اجابه السؤال ده في كلمتين الصفه الشخصيه ليست دليل الصفة الشخصية ليست دليل يعني ايه الصفة الشخصية ليست دليل حاضر يا باشا لما اجي اقول لحضرتك كده هي از كليفر هو شاطر هي نقط سكسيد ينجح واقول لك فيها ويل سكسيد ولا از جوينج تو سكسيد سوف ينجح ولا سوف بلاش دي هي is فاست هو سريع هي نقط win the race هو نقط يفوز بالسباق واقول فيها will win سوف يفوز ولا از going تو win سوف يفوز في هنا هي ايوه هي نقط win the race توكلنا على الله الإجابة عندنا هنا يا مستر هتبقى إيه؟ إن شاء الله يا مستر تعتبرني إن كليفر دي ما هياش صفة ما هياش دليل هي صفة بس صفة شخصية هو علشان البني آدم ده شاطر يبقى هينجح؟ ما ياما شطار وما نجحوش. أمال أعتبرها دليل إمتى يا مستر؟ تعتبرها دليل ساعة لما حضرتك تقول إن هو بيذاكر كويس. تعتبرها دليل انك بدل ما تقول فاست سريع انك تقول لي انه بيتدرب بجد او بيتدرب ساعات طويله كل يوم. ده دليل. انما انه علشان سريع هيفوز بالسباق لا سوري ما ياما ناس سريعه وانت عارف اذا كان اصلا التمانيه اللي بيجروا في السباق في الأولمبيات كلهم من اوائل العالم في السرعه ولا كلهم علشان كلهم صراع كلهم هيفوزوا؟ طبعا لا. مش علشان حضرتك سريع يبقى هتفوز في اللي اسرع منك لكن لو قلت لك ان انت بتتدرب كويس ساعات طويله كل يوم معناها ان حضرتك كده في دليل ان انت ممكن تفوز يبقى انا هنا كليفر ما تنفعش دليل وفاست ما تنفعش دليل لانها صفات شخصيه والصفات الشخصيه لا تعتبر دليل وفي الحالة دي لما أقول هيز كليفر هو شاطر هي از جوينج تو وين تو سكسيد غلط الإجابة ويل لأن هنا ده مش دليل طيب لما أقول هيز فاست هو سريع هي از جوينج تو win برضو غلط الإجابة هتبقى ويل لأن هو سريع دي ليست دليل دي صفة شخصية والصفة الشخصية لا تعتبر دليل لكن لو جيت قلت بقى إيه هي ستادز هارد هو بيذاكر بجد آه كده أنت برنس. هي نقط سكسيد. هو نقط ينجح. أقول هنا ويل ولا أقول إز جوينج تو؟ الإجابة الإجابة هنا هتبقى إز جوينج تو لأنه بيذاكر بجد دي دليل دي مش صفة شخصية. هي ترين هارد هو بيتدرب ترين هنا مش معناها قطر. هي ترينز هارد بيتدرب بجد. هي نقط no هو يفوز ويل ولا از جوينج تو في الحاله دي هتبقى هي از جوينج تو وين لان ان هو بيتدرب كويس او بيتدرب بجد دوت الدليل معلش سوري كده يا مستر انا انا ضعت منك هاتني كده انت كنت بتقول على جوينج تو اه كنت بقول على جوينج تو اول استخدام منه ايه يا باشا اول استخدام فيه التنبؤ بدليل وعرفنا يعني ايه دليل دي تركه كده على جنب نعرفك فيها يعني ايه الدليل. طيب <applause> نيجي بعد كده على تاني استخدام من استخدامات جوينج تو يستخدم مع الخطط والنوايا والقرارات بقول لك ايه يا مستر لو سمحتش ما لو سمحت ما تدخلش عليا بالحان واتوهني معاك، أنا متعود منك إن أنت بريسايز ودقيق في المعلومة اللي بتديها لي يديني حاجة كده تدخل دماغي. بيستخدم مع كلمة ديسايد وإنتند، أكتب ورايا، أوعى تكون ما بتكتبش، ديسايد وإنتند وبلان وديسيجن ديسيجن وإنتنشن وميد اب هيز مايند تشوف كلمه من دول وانت مغمض حضرتك بعد اذنك تروح داخل في الجمله بديها جوينج تو طب معلش يا مستر انا شايفك سايب فراغات شكلك كده هتعمل حاجه جديده في الشاشه اه انا عايز ادي لك المعاني بتاعتهم لو سمحت عايز أديلك المعاني بتاعتهم دي معناها يقرر انتند معناها ينوي ديسيجن يعني قرار وانتنشن يعني نية وبلان تنفع يخطط بتيجي فعل وتنفع خطة بتيجي اسم وميد اب هيز مايند برضو معناها اتخذ قراره شفت حد من الست كلمات دول ما هو ديسايد وانتند وبلان وديسيجن وانتنشن وميد اب هيز مايند ست كلمات حضرتك شفتهم في الجمله اجابتك جوينج تو تعالى بقى يا بطل اما اجيب لك مثال على الحته ديت يعني علشان نبقى احنا عاملين حسابنا ازاي ان الجمل بتيجي يعني لما يجي دلوقتي يقول لحضرتك ايه بيقول I have decided يعني انا قررت اول ما تشوف I have decided يبقى انت بتتكلم على ان انت دلوقتي ايه بتتكلم على زمن going to يبقى انا بقوله دلوقتي I have decided انا قررت I مؤط live اين انا نقط اعيش في الاسكندرية. وبعدين يجيب لي في الاختيارات من ضمن الاختيارات ويل ولا ام جوينج لا يا باشا الكلام بتاعك هنا طالما انت عندك كلمة decide قرر يبقى الشغل عند حضرتك هنا بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على ان انت تاخد جوينج تو يبقى ويل في القصة دي غلط. طيب لما يقول علي ميد اب his mind علي يعني اتخذ قراره او يعني شغل دماغه او فكر في الموضوع هي نقط try a new job هو نقط يجرب وظيفة جديدة ويل سوف ولا is going to طبعا انت عند حضرتك هنا من الكلام اللي جاي معايا made up his mind اتخذ قراره يبقى انت بتتكلم على ايه؟ على ان انت هتديله از جوينج تو واللعب هنا مش لعب ول لان ول ليها لعب تاني خالص طيب تعال احنا قلنا من شويه اول استخدام معاك لجوينج تو هو ايه؟ التنبؤ بدليل اول حاجه عندك هو التنبؤ بدليل وبعدين جينا على تاني استخدام قلنا انه بيستخدم مع الكلمات دي ديسايد وانتند وبلان intention وانتنشن وميد اب his mind طيب امال بعد كده ايه يا مستر؟ الاستخدام الرقم ثلاثه يا بطل الابطال لجوينج تو هو انه بيستخدم مع العبارات التحذيريه يستخدم مع العبارات التحذيريه احنا متعودين منك يا مستر ان انت عندك دقه في الكلام وبتقول الكلام بدقه لو لقيت عندك في الجمله واتش اوت يعني احترس او احذر وبرضو لوك اوت احترس او احذر او بي كيرفول برضو خلي بالك او احترس او احذر او عندك كمان تيك كير كير يا بيبي تيك كير برضو الاربع كلمات او الاربع عبارات دول اختصاص ايه اختصاص جوينج تو يعني لما اقول ايه واتش اوت خلي بالك احذر ايه يا عم خير يو نقط فول ان ذا هول انت هتقع في الحفره ان ذا هول وبعدين يقول له ويل سوف ولا ار جوينج تو لا معلش سوري انا عندي هنا واتش اوت يا مستر اللعبه بتاعتها تبقى لعبه ايه لعبه جوينج تو مش لعبه ويل يبقى الاجابه عندي هنا ايه هتبقى ار جوينج تو طيب بس في ملحوظه متعلقه بالموضوع ده انا احب يكون يبقى في امانه في التعامل وان احنا نحاول نديك المعلومه بما يرضي الله ايه هي الملحوظه اللي تخص الموضوع ده ملحوظه هامه ان مع الفعل كم مع الفعل كم ولقيت العباره من العبارات الاربعه دول ما تديهاش جوينج تو يعني انا الفعل كم مع عوضش اوت وتكير وبي كيرفل والناس دي كلها ما ينفعش اخدها مستقبل قريب ما ينفعش اخدها بجوينج تو يا سلام اشمعنى يا مستر اه طبعا يعني لما اقول لك دلوقتي ووتش اوت خلي بالك ايه يا عم خلي بالي من ايه اكار عربيه نقط تواردس يو في عربيه جايه ناحيتك في عربيه جايه عليك أقول له خلي بالك في عربيه أقول له will come ولا أقول له is going to come ولا أقول له is coming تخيل يا بطل إن الإجابه هنا مش هتبقى is going to come أنا عارف إن أنت معاك كلمة واتش أوت وعارف ان انت مع وطش اوت بتاخد جو تو خلاص خلصانة لكن هنا لما اقول لك عربية ينفع اقول عربية سوف تأتي خلاص طب ما تيجي براحتها على ما العربية تيجي انا هكون مشيت او هكون عديت الطريق على مهلي معايا وقت لما فعل كم يجي وجاي مع كلمة وطش اوت او تيك كير او بي كيرفول او الكلام ده حضرتك تاخد معاها مضارع مستمر في عربية مش هتيجي في عربية جاية ناحيتك على طول مش لسه هتيجي خلي بالك من النقطة دي كويس يبقى أنا كده خلصت معاك مستقبل بويل وعرفتك العشر استخدامات بتول خلصت معاك المستقبل بجوينج تو وعرفتك يعني إيه دليل أصلا وعرفتك الصفات الشخصية ليست دليل خلي بالك من النقطة دي كويس وكمان جيت وقلت لك انه بيستخدم مع التنبؤ بدليل وقلت لك انه بيستخدم مع ديسايد و بلان وديسيجن وانتنشن وميد اب هيز مايند وقلت لك انه بيستخدم مع العبارات التحذيريه كير وبيكيرفول واتش اوت ولوك اوت خلاص وعرفتك كمان ان لو جاي العبارات التحذيريه دي مع الفعل كم ما تقولش از جوينج تو كم تقول از كامينج تستخدمها مضارع مستمر لان بالفعل ساعتها هتبقى العربيه او القطر او الحاجه اللي جايه عليك دي هتبقى بالفعل جايه عليك فانا بحذرك منها فما تقولش في الحاله ديت از جوينج تقول ايه؟ تقول از كامينج تمام كده يا بطل؟ تمام نيجي بقى لتالت زمن مستخدم في الموضوع ده وهو البطل بتاعنا او الزمن التالت معانا اللي هو زمن المستقبل المضارع المستمر ايه ده يا مستر المضارع المستمر؟ انت بتهزر؟ اللي هو ال present continuous بيستخدم في المستقبل ازاي؟ اللي احنا نعرفه يا مستر ان البريزنت present continuous continuous, present continuous عندك المضارع المستمر بيستخدم اصلا ليدل على حدث يقع الان لحظه الكلام، حاجه بتحصل دلوقتي فورا زي ما أقول مثلاً the teacher المدرس is explaining the lesson المدرس بيشرح الدرس now الآن أو at the moment في هذه اللحظة ده الاستخدام الأصلي للمضارع المستمر علشان كده المضارع المستمر بيتكون من آو من آم أو از أو آر بلس بلس verb ان ing وأنت عارف إن آم بتيجي مع I وإز بتيجي مع هي وشي وات والمفرد وار بتيجي مع وي ويو وذي والاسم الجمع تمام يبقى انا دلوقتي لما قلت ذا تيشر از اكسبلينينج ذا ان المدرس بيشرح الدرس يبقى دي مضارع مستمر وحاجه بتحصل دلوقتي لحظه الكلام ايه علاقه المضارع المستمر بالمستقبل؟ تعال اما اقول علاقه المضارع المستمر بالمستقبل يا بطل بيقول لك فيها إن المضارع المستمر بيستخدم للمستقبل في عدة استخدامات إيه بقى في المستقبل بستخدمه في إيه؟ خد عندك يا سيدي رقم واحد غير إنه بيحصل لي الحاجة اللي بتحصل دلوقتي لحظة الكلام خد عندك يا سيدي هو كمان له ثلاث استخدامات وهريحك أو أربع استخدامات الاستخدام الأولان يا بطل إنه بيستخدم للتعبير عن خطة مستقبلية أكيدة احفظ الكلمات اللي هقولها لك دي بيجي مع كلمة arranged رتبة أو prepared جهزة أو booked حجزة, حجزة أو everything is ready كل حاجة جاهزة أو everything is okay أو كل حاجة تمام لو لقيته جاي مع كلمة arranged رتبا لو جاي مع بريبيرد جهزا لو جاي مع بوكد حجزا لو جاي مع إفري ثينج از ريدي إفري ثينج از اوكي كل حاجه تمام كل حاجه جاهزه اه يبقى بعد اذن حضرتك تستخدم مضارع مستمر هات الجمله دي بيقول لي اتس arranged الامر تم ترتيبه مضارع بسيط مبني للمجهول اتس arranged الامر مترتب و مؤط ذم ميوزيم احنا مؤط المتحف وجايب لي المره دي ثلاث اختيارات ويل فيزيت ار going تو فيزيت ولا ار فيزيتينج الله الله على المستقبل جميل يلا يا باشا جبت لك التلات أزمنة اللي احنا شرحناهم قدام عينك اهم. يا ترى حضرتك هتختار ويل فيزيت ولا ار جوينج تو فيزت ولا ار فيزيتنج؟ أنا معايا هنا كلمة إيه؟ معايا كلمة أرينجد، الرينجد دي تبع أنهي زمن؟ تبع المستقبل البسيط بويل ولا تبع جوينج تو المستقبل القريب ولا تبع المضارع المستمر ام ويز وار والفعل زائد اي إن جي؟ لا يا مستر أنت لسه شارحها دلوقتي يبقى الإجابة هتبقى ار فيزيتنج. الله عليك يا وحش. تمام تمام مع مين بقى الرينجد الرينجد بيدي. وكمان عندك غير الرينجد عندك بريبيرد عندك بوك ده حجزه عندك افري از ريدي عندك افري از اوكي كل دي اجابات صحيحه يبقى اي كلمه من دول هتيجي هروح اخد مين هروح اخد لها مضارع مستمر مباشره ممتاز طيب الاستخدام الثاني يا مستر انت قلت ان له اربع استخدامات اه الاستخدام الثاني يا بطل بيجي مع اصحابك بتوع الاجتماعات واللقاءات الرسمية الرسمية زائد تحديد موعدها اه يعني يعني لما اقول لك ذا جفرنر المحافظ، ذا جفرنر المحافظ نقط To our village tomorrow وأروح ساكت، ويجي يقول لك Welcome ولا is going to come ولا is coming طبعا هنا يا وحش الوحوش حضرتك وانت بتتعامل مع جمله زي دي هتلاقي ان ذا ده المحافظ والمحافظ دوت راجل ما بيمشيش بمزاجه له جدول مواعيد وله ولو نظام ماشي عليه ما هواش بكيفه لان ده منصب رسمي. والغفرنر المحافظ ده جاي القريه بتاعتنا ان شاء الله بكره يبقى كده في هنا لقاء رسمي لان الراجل ده محافظ وفي نفس الوقت تم تحديد ميعاده. يبقى انت كده بتتكلم على لقاء رسمي او اجتماع رسمي او زياره رسميه بيعملها المحافظ للقريه بتاعت حضرتك يبقى في الحاله ديت ما ينفعش اخد ويلكم ولا ينفع اخد از جوينج تو كم الاجابه هتبقى ايه هتبقى الاجابه از كامينج مضارع مستمر المحافظ جاي القريه بتاعتنا بكره تمام ايه تاني عندك بقى كمان المناسبات الاجتماعيه رقم ثلاثة المناسبات الاجتماعيه برضو زائد تحديد موعدها اخد لها مضارع مستمر مش فاهم يعني ايه مناسبه اجتماعيه مناسبه اجتماعيه زي عيد ميلاد زي حفله زفاف زي اي حفله بتتعمل حاجه برضو تشبه الاجتماعات واللقاءات الرسميه اللي احنا لسه قايلينها لا المره دي بقى مناسبه اجتماعيه لما يقول لك ايه انا ان شاء الله ساقيم حفل زفافي الاسبوع الجاي يبقى حفل الزفاف ده مناسبه رسميه والاسبوع اللي جاي ده يبقى الموضوع ده ترتيبات يعني لما اقول لك دلوقتي اي نقط ماي ويدنج بارتي حفل زفافي نيكست Thursday أنا نقط حفلة زفافي يوم الخميس اللي جاي. will hold سوف أقيم am going to hold سوف أقيم ما هو كلهم بيستخدموا للتعبير عن المستقبل. ولا am holding لا حضرتك دي مناسبة اجتماعية اللي هي حفلة الزفاف قدام حضرتك أهي. حفلة الزفاف my wedding party وماي ويدنج بارتي دي متحدد لها ميعاد اللي هو الخميس اللي جاي يبقى تحديد الموعد يوم الخميس وحفله الزفاف دي مناسبه اجتماعيه يبقى الاجابه تبقى ام هولدنج مضارع مستمر رابع استخدام في المضارع المستمر يا بطل رقم أربعة واوعى ما تكونش بتكتب ورايا كمل معايا واكتب كل كبيره وصغيره رقم أربعة في استخدامات المضارع المستمر الحجج نعم يا مستر الحجج هو احنا هنحج لا ما بتكلمش على الحج بقول لحضرتك ان انت عندك حجه يعني ان شاء الله احنا عندنا لايف مثلا يوم الجمعه الجايه سنه ثالثه فانت تقولي سوريا سوري مستر انا مش هحضر اللايف علشان انا مثلا رايح بلدنا او هزور عمي او الكلام ده كده في حجه معاك كلمه بيكوز لان معاك كلمه از لان معاك كلمة سنس، سنس هنا مش معناها منذ برضه سنس معناها لأن يبقى طالما هتقول لأن وهتبدأ تتحجج سواء كانت حجتك حجة صادقة أو مش صادقة إحنا ما بنتدخلش في المواضيع دي لكن أنت هتبدأ تقول لي حجة علشان في حاجة معينة مش هتعملها. في الحجج استخدم لي المضارع المستمر، ليه؟ يعني مثلا بيقول لي هنا أي can't أنا لا أستطيع فيزيت يو إن أنا أزورك نيكست Monday أنا مش هقدر أزورك يوم الاثنين اللي جاي، ليه يا عم؟ Because لأن، because لأن I نقط for my test، أنا نقط علشان الامتحان بتاعي، بدأ يتحجج because لأن أنا نقط عشان الامتحان، Will study سوف أذاكر، ولا am going to study سوف أذاكر برضو ولا am studying طبعا الإجابة هنا زي ما احنا شفنا am studying علشان إيه علشان دي حجة ولذلك الحجج تبقى بتاعت مين بتاعت المضارع المستمر كم استخدام يا أبطال للمضارع المستمر أربع استخدامات يا مستر مع كلمة arranged وبريبيرد وبوكت وeverything is ready وeverything is okay هذه أول حاجة، لو بيتكلم عن لقاءات رسمية واجتماعات رسمية زي تحديد مع تحديد موعدها، بالإضافة ثالث حاجة لو هو بيتكلم عن المناسبات الاجتماعية مع تحديد موعدها، ورابع حاجة مع الحجج. طيب جميل جدا. كده خلصنا كام زمن من الأزمنة بتاعة المستقبل يا مستر خلصنا ثلاثة. المستقبل بويل خلصنا المستقبل بي جوينج تو خلصنا المستقبل باستخدام المضارع المستمر. طيب رقم اربعه يا مستر هنستخدم مع بعض زمن المضارع البسيط. لا يا مستر كده اوفر بصراحه. المضارع البسيط اللي هو اصلا بيستخدم ليدل على عاده بتاع الحقائق العلميه حضرتك عايز تستخدمه في المستقبل؟ اه يستخدم المضارع البسيط في المستقبل بحاجه واحده بس او استخدام واحد. الاول المضارع البسيط قبل ما اقول استخدامه ايه انا عايز افكر التلامذه بالتكوين بتاعه معلش التكرار بيعلم الشطار وفي ناس بتبقى ناسيه الماده وقع منها اصلا وعايز يبدا فمعلش خلينا نساعد بعض المضارع البسيط لو انت الفاعل بتاع حضرتك هي او شي او ات او اسم مفرد سينجلر حد من دول حضرتك عايز تتعامل معاه مع المضارع البسيط اتفضل حضرتك حط للفعل اس او اي اس او أوي اي اس. عايز تنفي هتنفي ب وترد الفعل للانفينيتيف يعني تحط الفعل في المصدر لو عايز تسال بتسال ب وبرضه تحط الفاعل بتاعك وترد الفعل للمصدر. انما الشله الثانيه شله اي ووي ويو وي وو وذي والاسم الجمع او البلورال اي حد من الخمسه دول حضرتك هتحط له الفعل في المصدر بدون اضافات وهتتفضل حضرتك تنفي بضمط وهتتفضل حضرتك تسال بدون علشان بس التلامذه تفتكر وممكن الناس كتبت ناس كتير تبقى ناسيه واقع منها الزمن فالمضارع البسيط استخدامه الاصلي عاده وحقيقه علميه انا بصحى من النوم كل يوم الساعه 6 الصبح أنا بروح شغلي كل يوم أنا باكل سمك كل يوم إثنين، أنا بتفسح كل يوم جمعة عادة حضرتك ماشي عليه المية بتغلي عند درجة حرارة مية مئوية ده الاستخدام الطبيعي للمضارع البسيط اللي هو بيعبر عن الروتين وبيعبر عن الحقائق العلمية وبيعبر عن العادات ولكن في المستقبل ال... لا في أزمنة المستقبل المضارع البسيط بيستخدم مع المواعيد بس كده المواعيد زي ما عاد ايه يا مستر ما زي ما عاد الطابور بتاع المدرسه زي ما عاد الحصه بتاعه الدرس زي ما عاد السينما اللي حضرتك الفيلم بيبدا فيها زي ما عاد القطر زي ما عاد الاوتوبيس زي ما عاد الطياره لو انت مسافر طالع بره ولا رايح في اي حته بالطياره ما الطياره ولذلك انا المثال بتاعي اللي على طول بقوله للتلامذه اقول ايه ذا بلين الطياره نقط ات سيفن تومورو الساعة سبعة وبكرة ما هو تومورو دي بكرة يا مستر بتاعة مستقبل ويل لا معلش مش بتاعت ويل بس ما هو تومورو ده مستقبل انا عندي ست ازمنه بتعبر عن المستقبل اتفضل حضرتك اختار فبيقول لي الطياره الساعه 7 بكره جميل جدا واروح جايب برضو كل الازمنه اللي احنا خدناها واقول له ويل ليف ولا اقول له از جوينج تو ليف ولا اقول له ليفز الاختيار ايه يا بطل هنا المره دي؟ ما هو كلهم من ناحيه المستقبل كل الاختيارات هتبقى بتعبر عن المستقبل. لا دي طياره يا مستر والراجل قال الميعاد بتاعها الساعه 7 تبقى دي اسمها جداول مواعيد ثابته ما بتتغيرش، ليه يا مستر ثابته ما بتتغيرش؟ ايوه ما هي الطياره مش هتستنى حضرتك، افرض انا مش هحجز اصلا ومانيش مسافر في الطياره، الطياره مش هتطلع؟ طيب بلاش، افرض انا حجزت التذكره وما رحتش. الطياره مش هتطلع هتستناني الطياره محدش مستني حد دي مواعيد ثابته حضرتك تواجدت فيها او ما تواجدتش حضرتك رحت او ما رحتش حضرتك اصلا مش على بالك الطياره هتطلع حتى لو طلعت فاضيه ما تقلقش يعني يبقى الإجابة هنا إيه؟ الإجابة هنا إن أنا لازم أخد مضارع بسيط تبقى الإجابة بتاعت حضرتك هي إيه؟ هي ليمس. مع ملاحظة أن، شوف علشان برضه أوضح لحضرتك أهو. مع ملاحظة هامة وانت جاي تشتغل مع الجملة بتاعة المضارع البسيط دي شوف الجملة دي وقول لي ايه رأيك I نقط on the seven o'clock plane انا نقط في طيارة الساعة 7 will leave am leaving ولا ليف معظم التلاميذ بتبص في الجمله دي يقول لك ما هي دي طياره الساعه 7 يا مستر وطياره الساعه 7 دي يا مستر معناها ان دي مواعيد اقوله برافو عليك بس الفاعل بتاعك هنا مين يا باشا الطياره ولا انا ما هي لو الطيارة هتغادر اهي الجملة ذا بلين الطيارة نقط ات 7 اوكلوك الطيارة نقط الساعة سبعة بالظبط وادي السؤال ويل ولا از ليفينج ولا ليفز في الحالة دي حضرتك أنا هختار الإجابة اللي أنت عايزها اللي هي مضارع بسيط أهي ليفز الطيارة تغادر ده معاد ثابت بتاع طيارة إنما في الجملة اللي فوق مش هينفع اوعى خلي بالك وركز في الموضوع ده كويس قوي انتبه للنقطة اللي أنا بقول لك عليها دي إن في ناس بتتلخبط هو شايف في الجملة الأولانية معاد وشايف في, في الجمله اللي تحت معاك اه لما الطياره تغادر من عناية الاثنين بقول له ليفز بس مضارع بسيط عسل لما القطار يغادر ماشي الحصه تبدا ماشي الطابور ينتهي ماشي كل ده زي العسل انما لما انت او البني ادم هو اللي هيركب الطياره او هو اللي هيحضر الحصه او هو اللي هيقف في الطابور الاجابه مضارع مستمر ملاحظه هامه لما يكون الفاعل غير الموعد ناخد مضارع مستمر يبقى من الحاجة اللي عليها المعاد اه تاخد مضارع بسيط الطيارة هتغادر الطابور هيبدأ الحصة هتنتهي لا عزب. يبقى كده هاخد مضارع بسيط انما ان انت تقول انا او احمد او علي هيركب قطر الساعة مش عارف كام او هيروح في طيارة الساعة كام او هيحضر الطابور يبقى دي ترتيبات خاصة بالبني ادم تبقى ام ليفينج معلش ممكن ناخد مثال تاني بيقول لي هنا علي نقط ذا لسن ات nine وهنا بيقول لي ذا لسن الدرس او الحصه نقط ات nine حلو هنا بيقول لي علي will finish is finishing ولا finishes نفس الحكاية the lesson will finish is finishing ولا فينيكس لما اتكلم عن علي هو اللي هيخلص الدرس يبقى الكلام مضارع مستمر انما هتكلم عن الدرس نفسه يبقى الكلام مضارع بسيط انا عارف ان ده معاد وده معاد بس لما يبقى مال خاص بالدرس نفسه او بالحصه نفسها يبقى مضارع بسيط انما انا مخلص اخلص الموضوع ده يبقى دي الترتيبات يبقى از تمام كده يبقى انت تخلي بالك من القصه بتاعه الموعد هل هتيجي في المضارع البسيط ولا هتيجي في المضارع المستمر يبقى كده خلصنا أربع أزمنة مستقبل بويل خلصنا المستقبل بتاع جوينج تو خلصنا مع حضرتك المستقبل باستخدام المضارع المستمر والمستقبل باستخدام المضارع البسيط جميل تعالى بقى أما ناخد الزمن رقم خمسة وهو الزمن بتاع المستقبل المستمر نعم يا مستر مستقبل ومستمر آه فاكر الماضي المستمر اللي أنا شرحته مع حضرتك في الوحدة الأولانية الماضي المستمر قلنا بيتكون من ووز او وير زائد الفعل زائد اي ان جي بيستخدم ليدل على حدث هيكون مستمر في المستقبل في الماضي اهو ده بقى اخوه اسمه المستقبل المستمر حدث سيكون مستمر في المستقبل ادي قدام حضرتك التايم لاين اهو وادي المضارع او الوقت الحاضر اللي احنا عايشين فيه وادي الماضي وادي المستقبل ده بقى نقطه محدده في المستقبل يعني في الساعه دي في المستقبل هيكون المستمر او هيكون الحدث دوت شغال ومستمر ولذلك يستخدم ليدل على حدث سيكون مستمرا في المستقبل يعني حدث سيكون مستمرا في المستقبل من الاخر كده اهو ساعه محدده بس مش في الماضي ساعه محدده في المستقبل ولذلك قال لك ايه قال لك لو انت خدت كلمه تمورو دي تمورو بكره تاخد ويل في الغالب انها هتاخد ويل زائد المصدر او مستقبل بسيط ولكن لو جيت اقول تمورو ومعاها كلمه مورنينج اه لا تومورو ومعاها كلمة مورنينج دي يبقى انا كده بحط ايه؟ بحط مستقبل مستمر. يبقى لما اجي اقول لك تومورو مورنينج طب هي هتفرق ايه يا مستر تومورو من تومورو مورنينج؟ لا حاسب تومورو ده وقت واسع بكرة ده يبقى 24 ساعة. انما لما اجي اقول لك تومورو مورنينج بكرة الصبح او تومورو ات 7 تومورو الساعة 7 يبقى انا كده خدت وقت محدد ساعه محدده من المستقبل يبقى انا هنا الموضوع اختلف اختلف ازاي يعني اختلف في ان تومورو مورنينج وتومورو ات 7 والناس دي كده هتاخد مستقبل مستمر طب انت مش ملاحظ يا مستر ان لغايه دلوقتي انت ما قلت اناش المستقبل المستمر بيتكون من ايه بسيطه يا باشا تكوينه المستقبل المستمر بيتكون من ايه بمنتهى البساطه يا وحش الشاشه الراجل دوت راجل محترم جدا حضرتك هتستخدم معاه ويل وعلشان تقول مستمر لازم تحط الفعل زائد ايه؟ لازم تحط الفعل زائد اي ان جي. يبقى انا اروح حاطط بينهم بقى كلمه ايه؟ كلمه بي ما انت عارف ان الفعل زائد اي ان جي عايز قبل منه ام او اذ او ار او وز او وير. طيب و عايزه ايه؟ عايزه المصدر يا مستر يبقى المصدر من ام وإز و وار او وز و وير هو فيرب ايه؟ فيرب تو بي. يبقى المستقبل المستمر بيتكون من ويل زائد بي زائد الفعل زائد اي ان برافو عليك يا مستر طب معلش سوري بقى فين الاستخدام بتاعه لا قبل ما اقول الاستخدام بتاعه هو انا قلته اساسا هو خلاص هو مالوش غير استخدام واحد لكن انا قبل ما اقول لك الاستخدام بتاعه عايز انبهك لحاجتين ان لو انت عايز تنفي النفي بتاع المستقبل المستمر ده مش هو بيتكون من ويل زائد بي زائد الفعل زائد اي ان هتقول ويل نوت وبي وتحط الفعل زائد اي ان جي لكن المبني للمجهول الزمن دوت زي زمن المضارع التام المستمر لو انت فاكر والماضي التام المستمر ما بيتحولوش للمجهول لا يحول للمجهول ما بيتبنيش للمجهول ملوش صيغه فعلشان خاطري وانت بتحل عليه تبقى واخد بالك طيب يعني انا دلوقتي عايز اقول ايه مثلا آه يا مستر عواد انا هزورك ان شاء الله بكره الساعه 5 لا سوري بكره الساعه 5 دي انا هكون نايم فبقول لك tomorrow at 5 tomorrow at 5 بكره الساعه 5 اي ويل بي سليبينج انا هكون نايم عارف لو كانت على قد كلمه tomorrow بكره وبس وما قالش الساعه 5 هقول لك اي ويل سليب انا هنام براحتي انما طالما قال تمورو بكره وراح خابط لي ساعه معاها وجايب لي وقت محدد في بكرة دي بكره امتى؟ ساعتها لازم اكون ايه؟ مستمر في حدث اكون بعمله يبقى ويل زائد دي زائد الفعل زائد اي تيجي تبني فيرب او زمن المستقبل المستمر دوت اللي هو فيوتشر كونتينوس علشان خاطر ان انت تحوله للمجهول لا يبنى لا يحول للمجهول انسى وشيله من حساباتك دي ما بيتحولش للمجهول خالص. تمام كده؟ طيب يعني لو أنا عايز دلوقتي يا مستر أجيب جملة أو إن أنت تقول لنا استخدامه بصراحة استخدامه في المستقبل أستخدمه إزاي؟ لا يستخدم إلا في حالة واحدة حدث سيكون مستمر في وقت محدد في المستقبل يعني إزاي يا مستر؟ أنا أقول لك إزاي، يعني عبارة زمنية مستقبلية زي كلمة تمور مثلا زائد تحديد ساعة او تحديد وقت معين زي الساعة سبعة زي الساعة ثلاثة زي in the morning في الصباح زي in the afternoon بعد الظهر وهكذا يبقى انا بستخدمه في الاستخدام الوحيد ده بس مفيش غيره تمام طيب يعني لو جينا ناخد مثال كده تاني زي بعضه وبيقول لي ايه احمد نقط his car to work tomorrow morning احمد نقط عربيته للشغل بكرة الصبح ويقول لي ويل درايف فالتلامذة هتشوف كلمة تمور ويقول لك يا مستر ويل درايف سوف يسوق لا سوري مش هتنفع ولا از درايفنج ولا از جوينج تو درايف ولا هتبقى ويل بي درايفنج اول ما حضرتك تلاقي وانت جاي تحل ان معاك عباره داله على المستقبل ومعاها ساعه محدده او توقيت محدد اجابتك تبقى ويل بي زائد الفعل زائد اي بس كده فاضل زمن واحد معانا في الموضوع بتاع المستقبل ده وهو زمن المستقبل التام يا مستر ده كله مستقبل بسيط ومستقبل قريب وحاجه تقرف ايه ده معلش يا باشا ما احنا كده نبقى احنا في الوحده الثالثه وهنبقى نعتبر خلصنا ربع المنهج والربع الثقيل كمان اللي هو الربع الجامد ده اللي مليان ازمنه ومليان روابط ومليان حواديت بعد كده الدنيا حتى في الوحده الرابعه الراجل جايب لك درس الاقتراحات كده درس خفيف ولذيذ الدنيا بتهدى كل ثلاث وحدات كده لما يبقى في درس جامد او درس تقيل والباقي ان شاء الله هين باذن الله غير ان احنا اصلا واخدين الكلام ده قبل كده وبالتالي انت في ثالثه ثانوي المناهج القديمه كان فيها بال24 وحده كان فيها بال20 وحده كان فيها بال18 وحده انت عندك 12 وال12 دول عايزين نلمهم في اسرع وقت ونظبطهم كده ونبقى على الرأي. زمن المستقبل التام معانا يا باشا ده اسمه فيوتشر بيرفكت future perfect يعني المستقبل التام. ازاي يا مستر يبقى مستقبل؟ معلش يعني وازاي يبقى تام؟ تام يعني خلص. وازاي يبقى مستقبل؟ اه. انا هجيلك بكره الساعة أربعة لا معلش مش فاضي، هكون بذاكر، كده مستقبل مستمر. هجيلك بكره الساعة خمسة طيب، هكون نايم، ده برضو مستقبل مستمر. طب هجيلك بكره الساعة ستة اه، هكون صحيت. هكون صحيت آه يبقى ده اسمه زمن الفيوتشر بيرفكت يستخدم ليدل على حدث سيكون انتهى في وقت محدد في المستقبل عشان كده بيستخدم مع كلمة باي خلي بالك ان كلمة باي هنا مش معناها بواسطة كلمة باي هنا معناها قبيلة او بحلول ممكن بدل باي يجي مع كلمة باي ذا تايم يا مستر ده باي ذا تايم دي احنا واخدينها في بتساوي بيفور مع الماضي البسيط والماضي التام اه وكمان بيجي مع كلمة بيفور قبل قبيلة وقبلة كلهم التلاتة معناهم قبل او قبيلة او بحلول واروح جايب معاها ساعة محددة خلي بالك ما تدخلش ده في ده المستقبل المستمر واللي زائد بي زائد الفعل زائد اي ان جي مستقبل مع ساعه ما جابش كلمه باي اهو الراجل ده بقى استخدامه الوحيد مع الثلاث كلمات دول مع باي وباي ذا تايم وبي فور. وانا هعرفك دلوقتي وهجيب لك جملتين اعرفك امتى تختار مستقبل مستمر وامتى تختار مستقبل تام ما تقلقش بس الاول اخد تكوينه يا مستر طب بس عرفنا شكله ايه الاول علشان نعرف نتفاهم معاه ونتعامل قال لك الزمن دوت بيتكون من ويل زائد هاف زائد الباست participle او التصريف الثالث والهاف زائد التصريف الثالث اه سوف يكون انتهى ما هو هاف دوت علشان التام ما انت عارف ان المضارع التام بيتكون من هاف او هاز زائد التصريف الثالث ادي المضارع التام اهو هاف زائد التصريف الثالث طب ما جابش هاز ليه يا مستر مش المفروض المضارع التام هاف او هاز زائد التصريف الثالث ما انت عارف ان ويل بتاخد ايه؟ ويل بتاخد المصدر فلما ويل هتاخد المصدر يبقى انا هجيب هاف بس يبقى ويل هاف زائد التصريف الثالث ده اسمه مستقبل اسمه مستقبل تام جميل جدا فلما اقول لك ايه بقى؟ اي ويل هاف ارايفد هوم باي 7 o'clock tomorrow هكون وصلت البيت بحلول الساعة سبعة بكرة قبل سبعة على سبعة مش هكون بوصل على سبعة هكون وصلت لأن أنا معايا هنا كلمة باي مفتاح الحل بتاع المستقبل التام مع كلمة باي أو باي ذا تايم أو بيفور لما يجي بعدها ساعة محددة أو وقت محدد خلي بالك من الطلعة دي الله يكرمك. يبقى أنا دلوقتي قلت ويل we'll هاف زائد التصريف التالت جميل بيتبني للمجهول؟ اه ده بيتبني للمجهول بل بالعكس أسئلة الامتحان لما بتيجي فيه بيجيبوا في صيغة المبني للمجهول. المبني للمجهول بتاعه يا مستر شكله ايه؟ المبني للمجهول بتاعه يا وحش الشاشة الباسيف فويس بتاعه المجهول بتاع الزمن ده انه بيبقى ويل زائد هاف زائد بن زائد الباست participle والجمله المشهوره اللي احنا متعودين عليها مع بعض اللي بنقولها لما بنيجي نحول للمجهول the ميكانيك الميكانيكي ويل هاف فيكست ذا كار by tomorrow afternoon الميكانيكي هيكون صلح العربيه بحلول بكره بعد الظهر جميل جدا فين الفاعل بتاعي يا مستر؟ الفاعل بتاع حضرتك الميكانيكي وفين المفعول؟ العربيه طب وده كله فعل؟ اه يا فندم ده كله فيرب ده كله فعل الجملة الميكانيكي هيكون صلح والباقي ده زيادة هننزله بعد ما نخلص كنت بقول الميكانيكي هيكون صلح العربية أنا بقى عايز أقول العربية إيه العربية هتكون اتصلحت يبقى ذكر العربية أو السيارة will have been fixed by the mechanic بواسطة الميكانيكي باي تومورو افترنون بحلول بكره بعد الظهر جميل طب اديني جمله يا مستر علشان كده تختبرني فيها واشوف انا فهمت صح ولا غلط خد يا باشا الجمله دي بيقول لك ايه علي ويل نقط هز food tomorrow at 7 p.m. have cooked <coughs> have been cooked بي كوكينج اتفضل اختار تلميذ علشان احنا لسه شارحين دلوقتي الموضوع المستقبل التام هيقول لي هاف كوكد يا مستر هسالك بقى على طول هاف كوكد دي, دي جايب هنا باي ولا جايب هنا ات لا ده جايب هنا ات طب خد الجمله الثانيه علي ويل نقط هز فود باي 7 pm ام دومورو. هي دي الشعرة اللي بتفصل بين المستقبل المستمر وبين المستقبل التام هي دي الشعرة وجود باي دي هي دي اللعبة كلها يبقى باي ولا ات لا ات يبقى حضرتك خد لي المستقبل المستمر لا ده مع باي مستر قبيله وبحلول او عند جميل جدا يبقى ساعتها تاخد مستقبل تام اخد هنا هاف كوكت ولا هاف بين كوكت ولا اخد بي كوكينج تعالى اما نغير لون القلم ونتناقش تاني. أنا لما اقولك الساعة كذا بكرة يبقى ديت مستقبل مستمر. لما اقولك قبل الساعة كذا أو بحلول الساعة كذا يبقى الموضوع هيبقى مستقبل تاني. طيب يبقى هنا أنا معايا ات يبقى اللعبة بتاعتي هتبقى إيه؟ ويل بي كوكينج هيكون بيطبخ مستقبل مستمر. طب تحت معايا باي؟ لا يبقى أنا هقول إيه؟ هقول ويل هاف كوكت بس استنى يا مستر ده انا معايا كمان هاف بين كوكد هنا مبني للمجهول هو ينفع يا بطل علي يطبخ ولا يطبخ يبقى علي ويل هاف كوكد هتبقى مبنيه للمعلوم هيكون طبخ هات لي كمان جمله يا مستر معلش the government الحكومه ويل نقط the new bridge الكوبري الجديد by 2025. الحكومة سوف نقط الكوبري الجديد بحلول 2025. will be finishing ولا will هاف finished طالما قال باي بمعنى قبيلة او بحلول يبقى الاجابة بتاعتك ايه الاجابة بتاعتك هاف فينشت ودي جزئية مهمة كده وابقى انا ايه خلصت مع حضرتك في الوحدة دي اللانجوج نوتس خلصت مع حضرتك القواعد بتاعة ازمنة المستقبل لسه في قاعدة تانية مهمة جدا وهي قاعدة ايه بقى الجرامر برضو احنا لسه في الجرامر القاعدة بتاعة الفيوتشر كونجنكشنز الروابط بتاعت المستقبل يعني ايه روابط المستقبل وبعدين انت يا مستر مش بعتش هو احنا مش خدنا روابط مع الماضي البسيط والماضي المستمر وخدنا روابط مع الماضي البسيط والماضي التام واشبعنا روابط يا مستر؟ لا طبعا. نفس الروابط اللي انت خدتها في الماضي والماضي المستمر والماضي البسيط والماضي التام هي نفسها روابط مستخدمه في المستقبل. مش فاهم يا مستر يعني ايه؟ يعني نفس الروابط اللي احنا خدناها بتيجي ماضي بسيط ماضي تام وماضي بسيط ماضي مستمر هي كمان مستخدمه مع المستقبل؟ طبعا. هديلك مثال انت حضرتك عارف قاعده افتر مش احنا خدنا افطر ماضي تام ماضي بسيط وبيجي وراها فعل زائد اي ان جي بلاش اللي احسن من افطر انت مش شبعت معايا واشتغلت معايا في قاعده وين وعرفت ان قاعده ون شغاله ماضي مستمر ماضي بسيط ماضي بسيط ماضي مستمر ماضي بسيط ماضي بسيط تستخدم مع الماضي التام ماضي بسيط ماضي بسيط ماضي تام ماضي بسيط ماضي ده احنا غنينا في ون دي لما شبعنا وين كمان ينفع تستخدم مع المستقبل روابط كتير جدا مثلا قاعده اف وبي فور اللي احنا خدناه ايه يا عم عادي المهم انا بضرب لك دول امثله دول امثله المثال يعني بقول لك في اي رابط اي ايه اي رابط يجي بعد منه في الحاله دي جملتين الجمله الاولى تبقى مضارع بسيط وممكن بدل المضارع البسيط تاخد مضارع تام وممكن بدل المضارع التام تاخد مضارع مستمر في الحالة دي الجملة التانية لازم تبقى يا إما مستقبل بويل يا إما مستقبل بجوينج تو يا إما مستقبل تام ويل هاف زائد التصريف الثالث يا إما مستقبل مستمر أي جملة من جمل المستقبل اللي إحنا خدناها يعني ويل بي زائد الفعل زائد أي إن جي؟ يا إما تبقى جملة أمر أو جملة نهي. بالراحة علينا يا مستر الله يكرمك أنت بتقول إيه بس يعني إحنا عايزين ناخد الموضوع على الهادي كده. لا ما تقلقش أنا هكتب لحضرتك جمل من اللي كنا كاتبينها في الوحدات اللي فاتت وهكتب لك جمل على الشغل اللي معانا النهارده علشان حضرتك تقدر تفرق وتميز بين الجمل علشان لما تيجي في الامتحان النهائي تبقى أنت واخد بالك. كل الحكاية يا أبطال إن أنا بيبقى عندي رابط الرابط دوت زي ما كان بيجي بعد منه ماضي تام ماضي بسيط ينفع يجي بعد منه مضارع بسيط مستقبل. نفس الرابط اللي كان ينفع يجي مع الماضي المستمر ماضي بسيط ماضي بسيط ماضي مستمر والناس دي ينفع يجي مع المستقبل. كل الروابط اللي خدناها بالشكل ده تنفع يتعمل فيها الاسلوب دوت بس بشرط ان بدل ما يبقى جمله ماضي تام علشان اختار لها ماضي بسيط انا عايز مضارع بسيط علشان اختار لها مستقبل. يعني اديني مثال كده يا مستر. مثال مشهور جدا بيقول فيه هنا ايه يا ابطال؟ بيقول افتر اي جرو اب افتر اي جرو اب بعد ما اكبر اي مؤط ادكتور اختار يا وحش هات بن ويل بي وز ام آه. انا عارف ان حضرتك متعود معايا ان قاعده افطر يا مستر افطر بيجي وراها ماضي تام طب ما جابش هنا ماضي تام ده جاي جرو وجرو ده مضارع بسيط في الحاله دي بعد اذن حضرتك ما تدورش بقى على الماضي البسيط تحطه في الجمله التانية هنا هنا الرابط ليس دال على الماضي ولكنه اتى ليدل على المستقبل طب عرفت منين يا مستر انه بيدل على المستقبل شمت على ضهر ايدك كده وما شاء الله عليك عرفت ولا علشان انت مدرس بقى لا ابدا علشان هنا جاي بعد الجمله فافطر مضارع بسيط انا متعود ان افطر بيجي وراها ماضي تام طب بعد ما اكلت تعالى يا باشا لما اقول لك افطر اي هاد Eaten بعد ما كلت اي نقط واقول فيها بقى هاد سليبت ولا سليبت ولا ويل سليب المره دي الموضوع مختلف المره دي الموضوع بيقول لك ايه؟ المره دي الموضوع بيقول لك ان افطر جاي وراها هاد ايتن وهاد ايتن ده ماضي تام كده هنا جاي بعد افطر ماضي تام يبقى الرابط المره دي دال على الماضي ولازم حضرتك تحط بعد منه إن ماضي بسيط يبقى هو الرابط معاك هو افطر ما اتغيرتش ما راحتش في حته بعيده كل الحكايه ايه اللي جه بعد افطر يا بطل اللي جا بعد افطر يا مستر في الجمله الاولانيه مضارع بسيط يبقى انا محتاج ان هنا اختار مستقبل وش كده يبقى بقول له هنا افتر اي جرو اب بعد ما اكبر ما ينفعش اخد ماضي تام ولا ينفع اخد ماضي بسيط ولا ينفع اخد مضارع بسيط الاجابه هتبقى ويل بي بعد ما اكبر اي ويل بي دكتور انا حابه دكتور ان شاء الله جميل جدا ربنا يوفقك يا رب لما اكبر بقى لما اكبر ده مستقبل لما أكبر في المضارع هبقى دكتور إن شاء الله، لما يجي عليا في الوقت الحاضر أكون كبرت هبقى دكتور. ممتاز. طب تحت افتر اي هاد إيتن بعد ما كلت، كلت ده في الماضي التام، أنت عارف إن افتر في حالة الماضي التام عايز هنا الناحية التانية ماضي بسيط. وبالتالي بيقول لك افتر اي هاد إيتن بعد ما كلت هقول له اي سليبت، ماضي بسيط. حلو قوي ده لسه، عايزين نتكلم ندردش قوي بقى في الموضوع ده. وين I نقط I will go to the club عندما أنا نقط أنا سوف أذهب إلى النادي نقطة ومن أول السطر had eaten ate will eat have eaten الله الله على المستقبل باين في عيون كل ولادنا بجهودنا يا ناس هيكون اجمل والخير هيعم على بلادنا بص لي بقى على وين اللي قارفه معاها الدنيا دي اللي عمالين نتكلم عليها في الوحده الاولى وفي الوحده الثانيه وما سابتناش كمان في الوحده الثالثه ده احنا ده غاية دلوقتي دخلنا في سبع تمن قواعد لوين من غير ما ناخد بالنا يا مستر ايه ده خد عند حضرتك يا باشا أنا دلوقتي بتكلم على وين المفروض إن جايب بعد منها نقط طيب إيه الجملة التانية؟ جاي زمانها إيه؟ لا ده جاي ده مستقبل يا مستر بس هد وين كلها وما تعرفش عنها حاجة لا ينفع هنا تاخد بعد منها ماضي بسيط ولا ينفع تاخد منها بعد منها ماضي تام ولا ي... ليه؟ لأن الجملة التانية اللي جاية قدام حضرتك هنا مستقبل وين طالما جت الجملة التانية مستقبل يبقى أنت قدامك في النقط الأولانية دي تختار واحد من التلاتة بالترتيب اللي هقوله لك آخد مضارع تام، قصدي مضارع بسيط، يا إما آخد مضارع تام، يا إما آخد مضارع مستمر. دور. يبقى أنا هنا هاد ايتن غلط، ليه يا مستر مش وين بيجي وراها ماضي تام؟ آه، بس لما يبقى الجملة التانية ماضي بسيط، أنت الجملة التانية قدام حضرتك إيه؟ واللي زائد المصدر مستقبل يبقى ما ينفعش معاها ماضي تام طالما جه مستقبل يبقى انا قلت لك يا واحد من ثلاثه يا مضارع بسيط يا مضارع تام يا مضارع مستمر طب ايه ماضي بسيط ما تنفعنيش ويل ايت مستقبل بسيط ما تنفعنيش في معايا مستر هاف ايتن اه ما هو هاف ايتن ده مضارع تام ما انت ما لقيتش مضارع بسيط اتفضل وين وين اي هاف ايتن يبقى هي وين بيجي بعدها مضارع تام اه لما تبقى الجمله الثانيه مستقبل يبقى الجمله الثانيه مستقبل يبقى وين ينفع يجي وراها مضارع بسيط او مضارع تام أو مبارع مستمر. جميل جدا. كمان جملة يا مستر Before I eat lunch قبل ما اتغدى آي نقط My hands قبل ما اكل او قبل ما اتغدى انا نقط ايديا واقول هنا بقى ويل وش وشد هاد وشد وبس على كده يلا يا باشا جيب لي الاجابه بتاعت حضرتك هنا بيفور قبل انا عارف ان قاعده بيفور قبل بيجي بعد منها ماضي بسيط اه بس هنا ما جابش ماضي بسيط، هنا جاب مضارع بسيط اي ايت مضارع. يبقى الناحيه الثانيه لازم يجي حد من ازمنه المستقبل. فين ازمنه المستقبل هنا؟ بيقول لي ويل ووش؟ ده ماضي، هاد ده ماضي تام، انا عارف ان بيفور ليها قاعده ماضي بسيط ماضي تام بس هنا ما جابش ماضي بسيط. هنا جاب بعد بيفور ايت مضارع بسيط. في الحاله دي يبقى انت حضرتك لازم تاخد الناحيه الثانيه زمن من ازمنه المستقبل يبقى الاجابه تبقى ويل well, وش جميل جدا طيب كمان جمله يا مستر بيقول لي if you come late لو جيت متأخر نقط the door وبيقول لي هنا بقى will lock lock locks locked لو جيت متأخر نقط الباب والاختيارات كلمة لوك يعني يقفل بالقفل اقفل الباب اقفل الكالون بتاع الباب If you come late لو جيت متأخر نقط الباب حلو قوي الكلام ده بسم الله الرحمن الرحيم If هنا جاي وراها مضارع يبقى أنا عايز هنا زمن من أزمنة المستقبل يبقى لوكد غلط ولوكس غلط فاضل لي الاتنين دول ولوك ولوك انت يا مستر وانت بتشرح دلوقتي حالا اهو الشرح قلت ان ينفع يجي ويل زائد المصدر وجوينج تو زائد المصدر ويل هاف زائد التصريف الثالث ويل زائد الفعل زائد اي ان جي جمله امر او جمله نهي جمله الامر دي تبدا بالفعل في المصدر جمله النهي بتبدا بضمت او نيفر زائد المصدر هنا في عندي فعل في المصدر انت بتقولي لي اف يو ليت لو انت جيت متاخر نقط الباب اخد بقى ويل لوك ولا لوك هو ويل لوك دي في هنا فاعل ينفع اقول له لو جيت متاخر سوف تغلق الباب لازم اقول له انت سوف تغلق لو انت جيت متاخر انت سوف تغلق الباب انما انا هنا ما عنديش فاعل يبقى هوجه له امر واديله فعل في المصدر كمان جملة نفس الجملة if you come late لو أنت جيت متأخر نقط the house نقط البيت will enter won't enter don't انتر Enter. ولا انتر؟ والله انا يا مستر المره دي محتار بقوله لو جيت متاخر ما تدخلش البيت هل هنا قبل النقط في فاعل؟ لا يا مستر لا يوجد فاعل يبقى ما ينفعش تاخد صيغه زمن ما ينفعش لا تقول له ويل ولا ينفع تقول له لازم يبقى في فاعل قبل الفعل لما انا هنا هوجه له امر الراجل ده بقى بقول لو جيت متاخر اقول له انتر دي دخله ولا اقول له ما تدخلش البيت يبقى هنا مستخدم جمله نهي بأنه هو يحط ضمط زائد المصدر يبقى انا امتى باخد زمن لما يبقى في عندي فاعل انما باخد امر او نهي لما ما يبقاش في في فاعل عندي بحط الفعل في المصدر مباشره او احط ضمط زائد المصدر ويبقى كده انا حلت تمام كمان جمله بيقول لك فيها ايه as soon as he comes home بمجرد ما يرجع البيت هي نقط homework will do will have done will be doing يا حلاوة يا ولاد، إيه ده بقى؟ ده أنت شكلك يا مستر جايبنا كده على وشنا وعمال تاخدنا بالتدريج حركة حركة كده وبتطلعنا لفوق من غير ما ناخد بالنا، ده الإجابات دي كلها صح يا مستر؟ اه والله تصدق كلامك مظبوط الاجابات دي كلها صح بس انا ما قلتلكش ان الكل صح انا بقى عايزك ترفع مستواك شوية خلي بالك وتحل معايا اخدك بالتدريج زي ما قلت لك هاخدك فروم زيرو تو هيرو من الصفر للليفل الوحش واحده واحده. انا عايزك بقى تحس المعنى تشم المعنى وانت بتحل. يعني إيه اشم المعنى يا مستر؟ يعني ايه احس المعنى؟ من ناحيه الرابط قدامك as سون از هي كمز بمجرد ما ياتي الى البيت انا عارف ان as سون از اخت افطر وبيجي وراها ماضي تام بس المره دي جه بعد منها مضارع بسيط. حلو قوي ده. طب لما جه مضارع بسيط يا مستر المفروض ان انا اخد هنا زمن من ازمنه المستقبل ومعايا هنا فاعل هي يعني مش هاخد امر ولا نهي، احنا لسه قايلين الكلام ده. طب انا جبت الفاعل بتاعي هنا هي هو، المفروض ان انا اختار وراه زمن من ازمنه المستقبل، طب ما ويل سوف يعمل الواجب والهاف دان هيكون عمل الواجب والبيدونج هيكون مستمر في عمل الواجب، التلات ازمنه مستقبل والتلاتة صح؟ لا. المعنى هنا هيخليك تختار زمن واحد. ينفع بذمتك بمجرد ما يرجع البيت هيكون عمل الواجب هو الواجب بيتعمل فيه الواجب لما حضرتك بترجع البيت بتعمل الواجب بمجرد ما يرجع البيت هيكون عمله مستقبل تم ما ينفعش طيب ينفع اقول انه لما يرجع البيت هيكون بيعمل الواجب هيكون بيعمل الواجب امتى؟ وهو بيجي للبيت مفيش استمراريه ما فيش مستقبل مستمر ما ينفع لا ده ينفع ولا ده ينفع المعنى المحسوس بتاع ترجمه الجمله بيقول لي ويل دو هي الاجابه الصحيحه بمجرد ما يرجع هيحط شنطته هيعمل الواجب على طول هيرجع هيعمل الواجب ما ينفعش اقول بمجرد ما يرجع هيكون عمل الواجب ولا ينفع اقول بمجرد ما يرجع هيكون بيعمل الواجب يبقى وانت بتحل لما تجيلك ازمنه مستقبل كل الاختيارات مستقبل شم الجمله حس المعنى علشان تعرف الترتيب المنطقي للاحداث يجي ازاي هو الانجليزي كده لما يدخل لي جملتين لازم احطه الترتيب الزمني بتاعهم في دماغي ينفع لما واحد يرجع البيت هيكون عمل الواجب هيكون عمله فين في المدرسه مثلا لما يرجع البيت هيكون بيعمل الواجب هيكون بيعمله فين وهو بيرجع البيت لا ده هو لما يرجع البيت ها يعمل الواجب يبقى اللي عندك ولده باشا باشا خد كمان فكرة بيقول لي في الجملة دي ايه يا باشا when i نقط هاي ماركس I will join the faculty of medicine. get have got am getting a و b توكلنا على الله خد الفكرة علشان تشتري بكرة المستر عواد قال وهو احنا لما بيجي الرابط جاي مستقبل يبقى انا عايز في النقط بعد الرابط عايز مضارع بسيط او مضارع تام او مضارع مستمر على الترتيب بيقول لي عندما ان شاء الله وين اي نقط هاي ماركس انا نقط درجات عالية اي ويل جوين ذا faculty اوف ميديسينس سألتحق بكلية الطب ويل جوين ده مستقبل مستقبل يبقى هو عايز هنا يا مضارع بسيط يا مضارع تام يا مضارع مستمر <applause> طب ما يا مستر انا شايف التلاتة كلهم في الاختيارات ما شاء الله عليك جت احصل على هاف جوت احصل على برضه في المضارع التام وام جيتنج مضارع مستمر يبقى التلاتة صح يا مستر لا فعل جت من الافعال اللي ما بتاخدش اي ان جي جت يعني احصل على دي فعل مدته قصيره. ما تحطوش في المضارع المستمر اصلا، ما تحطوش في المستمر افضل. يبقى مع السلامه جيتنج غلط. طيب اي جيت مضارع بسيط و have جوت مضارع تام، عندما احصل وعندما احصل الاثنين مظبوطين يبقى هاخد الاجابه نمره دي اي وبي. يبقى انت تبقى عامل حسابك على اللحمة دي الله يكرمك. يبقى الروابط احنا خدناها في الوحده الاولانيه اشتغلنا مع الماضي البسيط والماضي المستمر. الروابط خدناها في الوحده الثانيه اتكلمنا مع الماضي التام والماضي البسيط وكانت ون مشتركه معنا في كل الوحدات في الوحده الاولانيه خدنا مضارع معناها معاها ماضي بسيط ماضي مستمر وماضي بسيط ماضي او ماضي مستمر ماضي بسيط وماضي بسيط ماضي بسيط وجينا في الوحده الثانيه قلنا انها بتاخد ماضي تام ماضي بسيط وبتاخد ماضي بسيط ماضي تام وبتاخد ماضي بسيط ماضي بسيط وجينا هنا اتورطنا مع وين في المستقبل كمان وعرفنا ان في حاجه اسمها روابط داله على المستقبل يبقى الرابط اول ما عينك تيجي عليه تروح عينك مفنجله كده ومبرق قدام الرابط وتشوف اللي جاي بعد منه دل على الماضي ولا اللي جاي بعد منه دل على المستقبل لو اللي جاي بعد منه دل على الماضي لعبتك مع الماضي البسيط والماضي المستمر والماضي التام لو اللي جاي بعد منه مضارع يبقى الجمله الثانيه لازم تبقى حد من ازمنه المستقبل او لو الجمله الثانيه زمن من ازمنه المستقبل يبقى قدامك فين قدامك في الجمله الاولانيه مضارع بسيط يا مضارع تام يا مضارع مستمر وكمان لازم تحس المعنى وتعرفه لأن زي ما حضرتك شايف كده قدامك الدنيا إيه يا بطل الدنيا ملخبطة وجايبلك أزمنة مختلفة مستقبل كلهم ينفعوا صح وجايبلك أزمنة مضارع كلهم ينفعوا صح عايز بقى ايه الليفل بتاعك كده يعلى وتبقى بتفكر في الجمل بالطريقة اللي احنا بنشرحها علشان لما تيجي تحل تعرف تحل تعرف تحل صح يا وحش الوحوش تمام كده ولا أنا غلطان ويبقى كده يا باشا الوحده الثالثه بتاعتك خلصت على خير. الحمد لله رب العالمين خدنا اللانجوج نوتس بتاعتها، خدنا الست ازمنه بتاعت المستقبل مع الحركات والتركات اللي عليهم، وخدنا كمان اخر حاجه الروابط الداله على المستقبل وكده نكون انتهينا مع الوحده الثالثه والى لقاء جديد ان شاء الله اشوفكم في الوحده الرابعه قريب جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.